أتباع أهل البيت على مر التاريخ إذا ما كانوا يثبتون التشيع ما كان قد وصل إلينا. ابن أبي عمير هذا من أجلاء الرواة، هارون الرشيد أخذه وسجن حتى يدله على أسماء الشيعة في العراق. قالوا لهارون إن هذا يعرف أسماء الشيعة في العراق أتباع أهل البيت، فأخذه وصادر كل أمواله، لأن تاجر كان ابن أبي عمير، وسجنه على ما ببالي يمكن حوالي 18 عام كان في السجن ابن أبي عمير. وكانت هنالك خشبة للتعذيب، خشبة فيها مسامير ظاهرة، كانوا يعذبون السجناء بهذه الخشبة. ذاكرين أنه كانت الضربة الواحدة كافية لكي يغمى على السجين، ضربة واحدة، كثير من السجناء كان يغمى عليهم بضربة واحدة. إحنا نسمع سجن وتعذيب، ولكن من لم يدخل السجون وما ذاق التعذيب لا يمكن أن يفهم ما هو معنى السجن وما هو معنى التعذيب. فضربوه على فترات متناوبة 1000 خشبة من هذه الخشبات. ابن أبي عمير ما كان بشر، ما يتألم، ما عنده أعصاب، كاد أن يضعف في السجن تحت هذا التعذيب. وإذا بهاتف يقول له: اتق الله يا ابن أبي عمير. الهاتف كان صوت محمد ابن يونس ابن عبد الرحمن. في نقل اتق الله يا ابن أبي عمير، وفي نقل آخر: أذكر موقفك بين يدي الله فقويت روحيته وثبت. وخرج من السجن بعد تلك المدة الطويلة ولم يعترف بكلمة واحدة. إذا هذه المواقف ما كانت، إذا هذا الثبات ما كان، لانتهى مذهب أهل البيت، ولانتهى خط أهل البيت من زمان بعيد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. واحد يجب أن يتحامل على جراحه، ليستسلم،